الو، مرحبا، اهلين. مساء الخير، كيف حالك؟ شو اخبارك يا معلم؟ تمام، الحمد لله. صار لنا سنة وست شهور نعرف بعض ولهلا ما بدك تقابليني، يعني مش واثقة فيه لهلا؟ لا والله واثقة فيك، لولاي واثقة فيك ما كان فرجيتك حالي، بس خايفة انه حدا يشوفنا بيعرفنا. كيف بعرف لك مكان لا انا ولا انت بنعرف فيه؟ لا لا بخاف والله. مش واثقة فيه. طيب وين هذا المكان؟ خلص بنقعد انا وياك في المنتزه وبنحكي. قلبي قال لك علي فيه، ما انت برضه جرحت فيه. قلبي قال مرحبا، لك اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. صحتك تمام؟ وين ما تبينيش، حبيت صوتك لحد يسمعنا. ما تخافيش وانت معي، لا مبسوطة انك ما معي. تقلقيش. وانا خلص ما بقبل. وين بدك تروحي؟ لمصر. ما لحقتش تيجي. وبعدين ما حنقصها هاي. اهلا وسهلا بالشباب الطيب، والله نورتوني اليوم. نور ابو حبيبي، حيا الله، والله غير تنبسطوا زلمه. حبيبي انا وعدتكم ووعد الحردين. طب الله يسامحك يا احمد، لو حكيت انه اهلك طالعين على التسعه كان حكينا البنت تيجي اقدر وكسبنا معها شويه وقت. الله يسعدكم، تنقدوا علي، انا اتفقت معها على ال 11، يعني على ال 11 خلص، من ساعه لساعه قريبه. الله يسعدكم وتخلونوش هلا الغي الموعد كليات. قلت لكم بدكم تنبسطوا، يعني بدكم تنبسطوا زلمه. وها يا كبير رن التليفون. الو، ايوه محمود، شو بتحكي؟ وين؟ خير يا اخي محمود، شو فيه؟ والله الدكاتره الالمانيه وضعه صعب. طب شو قالوا لك؟ وين امك؟ امك راحت تسجل ابوك المريض. طب اختك حنان وين هي؟ عمل 20 مرة نتصل عليك انه بدنا فحوصات وبعدنا اختك تجيب الفحوصات. عوين؟ على الدار. ليش؟ عشان تجيب فحوصات لابوك عشان يشوفك تروح. هلا ماله احمد هيك طلع؟ ابصر يا زلمه شو القصة؟ غريبة. اسمع، رن 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 علي، رن. لا ولا برن ولا شيء، عتنين احسن اصلا، انظف واسرع. هي اجت يا دوب نلحق اصلا. اهلا بهالطلي، اهلا اهلا بهالعين الكحلة. خذ يا كبير. يا نانا عينك. شو اللي عملتوا يا شباب؟ شو اللي عملتوا لحالي؟ اختي اختي اختي.